لمناقشة التغييرات الجديدة التي أجراها السوداني في مناصب رفيعة في جهازي المخابرات والأمن الوطني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بكم. تغييرات في قيادات المخابرات والأمن الوطني أجراها السوداني مؤخرا، ولكن هل من قواعد علمية عسكرية فنية على أساسها تتم هذه التغييرات سيادة العقيد؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. حقيقة الأمر في العراق لا يخضع لهذه القواعد التي تفضلت بها، من ضمنها مثلا الكفاءة الحرفية، الأمور الفنية وما إلى ذلك. الأمور في العراق بعد عام 2003 تخضع إلى المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي كما كان في مقدمة التقرير، وبالتالي جميع الحكومات التي شكلت بعد عام 2003 كانت تخضع لمساومات واتفاقات وصفقات ما بين الكتل السياسية، وهذه الكتل السياسية تتفق على تشكيل الحكومة على أن يكون لها المنصب الفلاني والمنصب الفلاني، وبالتالي يجري تنفيذ هذه الاتفاقات بعد أن يتم تشكيل الحكومة. ما جاء به السودان الآن أنا أعتقد في تقديري بأنه يأتي ضمن سياق إحكام القبضة الأمنية على الأجهزة الأمنية من قبل حكومة السوداني التي تتبع إلى الإطار التنسيقي بشكل كامل، والذي يتبع الإطار التنسيقي إلى إيران بشكل كامل أيضا، كما أنها تأتي ضمن الاتفاقات التي أبرمت ما بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية على تشكيل حكومة السوداني في الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أخرج أو خرج التيار الصدري من عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي هي تأتي ضمن هذه المساومات والاتفاقات التي تجري ما بين الكتل السياسية، بما فيها إقصاء الكثير من الأطراف التي أصبحت الآن غير مجدي التعامل معها وأصبحت ضعيفة ضمن العمل السياسي، وبالتالي يجري التغييرات حسب ما ترتئيه اتفاقات الإطار التنسيقي مع هذه الكتل، خصوصا وأن السوداني قال بأنه يمثل سياسة الإطار التنسيقي. سيادة العقيد، يعني هل نفهم من ذلك أن السوداني لا يملك الصلاحيات الحقيقية لإجراء هذه المناقلات، وبالتالي لا يمكنه أن يتجرد من خلفيته الحزبية، لا سيما كما تفضلتم أنتم، يعني يحتاج لدعم الأحزاب ويحتاج لدعم الميليشيات التي أوصلته لمجلس الوزراء؟ نعم، السوداني وقوى الإطار بشكل عام هي تنظر إلى الفترة المستقبلية لحكم العراق، وبالتالي ليس لديها مشكلة مع الأطراف أو الكتل السياسية التي توافقت معها على تشكيل هذه الحكومة. لا شك بأن السوداني ينتمي إلى خلفية حزبية، وهي خلفية الإطار التنسيقي المعروف بولائه لإيران، ولكن هذا الأمر يعطي قوة بالنسبة للسوداني في اتخاذ هذه القرارات التي يتخذها الآن سواء مع الكتل أو مع الأحزاب السياسية من بقية المكونات الأخرى، لأن هذه القرارات هي مدعومة من الإطار التنسيقي بشكل كبير على الرغم من الخلافات الداخلية الموجودة ما بين قوى الإطار الآن، ولكن مع هذا هذه الاتفاقات تمضي لكي تبقى هذه الحكومة حسب الاتفاقات التي جرت في الفترة الماضية، لأنه بقاء هذه الحكومة سيكون مرهون بالاتفاق أو برضا المكونات الأخرى التي توافقت على تشكيلها، فبالتالي يجب إنفاذ مثل هذه الاتفاقات، خصوصا وأنها لا تؤثر على السياسة العامة التي ينتهجها السوداني سواء كانت داخليا أو سواء كانت خارجيا في مسألة تثبيت قوى الإطار وسيطرتها على مؤسسات الدولة. سيادة العقيد، لجنة الأمن البرلمانية ترى أن هذه المناقلات إنما هي محكومة بالمحاصصة السياسية، هل ترى أن الوجوه التي أتى بها السوداني تؤكد حتمية هذا الطرح سيادة العقيد؟ نعم، لا شك هي تأتي ضمن هذا الإطار، وتأتي بعض الأمراض هناك تسمع من يقول بأنه هي إجراء روتيني، يعني يجري هذه القضية وتجري هذه التنقلات، وهناك من يقول لا بأنها تجري حسب المحاصصة التي تم الاتفاق عليها ما بين الكتل السياسية، وبالتالي هي جارية بهذا الإطار سواء كان هؤلاء هم أفضل من السابقين كشخصيات عاملة في هذه المجالات أو في هذه المناصب أو إن لم يكونوا كذلك. الأمر لا يتعلق بمسألة الكفاءة من عدمها، وإنما يتعلق بمسألة الاتفاقات السياسية وولاء هؤلاء إلى الكتل السياسية التابعين لها.
سيادة العقيد، في العنوان العريض لهذه المداخلة بحسب موقع فورين أفيرز، فإن الغزو هو من قام بتشكيل البيئة الطائفية التي أوجدت الفساد في العراق، وتعلمون أنتم ذلك. ولكن ما هو الدور الإيراني في الاستفادة من هذه البيئة، بيئة الإنشاء أو التشكيل الطائفية في العراق، خاصة بعد طبعا عام 2003؟ نعم، حقيقة ما جاء في هذا التقرير أتفق في جزء منه وأختلف في الجزء الآخر. أولا بأنه ما جرى من احتلال، من عملية احتلال العراق، سبقتها اتفاقات سبقت عام 2003، خاصة مع إيران وخاصة مع بعض الدول التي شاركت في غزو العراق، سواء كانت بطريقة علنية أو بطريقة سرية. هذا أولا. المسألة الأخرى، أصلا الاحتلال عندما جاء هو جاء بمشروع المحاصصة الطائفية منذ البداية. وتم تشكيل مجلس الحكم الذي شكله بول برايمر من 25 شخصية، كان على أساس المحاصصة الطائفية ما بين المكونات في العراق. وبالتالي هذا أصبح نهج لهذه الحكومة. فعندما يقول الاحتلال البيئة، لا، ليس البيئة، وإنما مشروع الأمريكي البريطاني الذي جاء للعراق هو مشروع طائفي جاء لتدمير العراق، حسب ما وصلنا إليه الآن من تداعيات هذا الاحتلال. وبالتالي لا يمكن أن نقول بأنه البيئة التي حصلت بعد عام 2003 هي التي من جاءت بالطائفية. لا، الطائفية جاء بها الاحتلال ونظر لها وصفق لها أتباع الاحتلال اللي هم إيران وأتباع إيران الذين جاءوا من إيران ومن بقية الدول ودخلوا العراق في تلك الفترة. من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.